بقول لك يا فايز. هل باشا معاك ولا مش عوايدك يعني؟ هعمل ايه بقى؟ مخنوق حبتين. ربنا يكون في عونك يا باشا، الحمل تقيل. ايوه كده، ادعي لنا دعوتين كده. ربنا يكرمك يا باشا، ربنا يفتحها في وشك. شكرا. اهلا اهلا بالعريس. امشي يا مجدي واقفل الباب وراك. ايه الاخبار يا فتحي؟ ها احكي لي بقى، كنتوا ناويين تروحوا تقضوا شهر العسل فين؟ اكيد مش عندكم يا باشا. ما هي الدنيا كده، تبقى مخطط لحاجة وحاجة تانية خالص بتحصل. ايه ده نصت؟ لا اوعى تقول لي انك زعلت من اللي حصل ده. على فكرة دي شغلتي. وبعدين بقول لك ايه، انا لسه سايبك تشرب من الازازة بتاعتي وعملنا معاك الواجب وخففناك وبقيت زي القرد اهو. عايز ايه تاني؟ واضح ان انا مش عارف اتفاهم معاك. انا عايز اقابل المقدم طارق الرفاعي. طب وانت مستعجل على الموت ليه؟ ده انت سكتك لسه مطوله معايا قوي. موت؟ المقدم طارق مات؟ شكله كده الله يرحمه كان مدلعك قوي وعزيز عليك جدا. حتى انت ازاي؟ رؤيا فتحي، انا جايبك هنا عشان انا اللي اسالك وانت ترد مش العكس. بس ماشي هريحك. طارق استشهد في عمليه من فتره وانا هنا مكانه. شفت؟ اديني ريحتك. انت بقى تستجدع معايا وترد على كل الاسئله بتاعتي. عايز نرد اقول لك ايه؟ عمليه شركه الاوراق الماليه كانت لحساب مين؟ ما اعرفش حاجه عن العمليه اللي انت بتقول عليها دي. بلاش العمليه دي. مين اللي طربع لك الفرح وخطف لك مراتك؟ مين اللي خطف غنيم؟ مين اللي حاول يقتل نوران الديب؟ هترد؟ يا باشا انا ما اعرفش حاجه عن المواضيع اللي انت بتقولها دي، ولا اعرف مين هو غنيم الديب ولا نوران دي ولا اي حاجه. شكلك كده هتعرفني معاك يا فتحي. انت اللي عايز تتعب نفسك يا باشا. انا لو اعرف حاجه كنت قلت على طول، بالذات الناس اللي هاجموا على الفرح، على الاقل عشان انقذ كارما مراتي. طيب بلاش غنيم وبلاش نور عن الديب، انما ناس متسلحه كل التسليح ده ويخشوا يبوظوا لك فرحك ويخطفوا لك عروستك. عروستك يا فتحي، وعاوز تقنعني انك ما تعرفش اي حاجه وعاوزني اصدق. احنا هنستعبط على بعض. بقول لك ايه،
السلاح اللي انت اتعاملت بيه معهم جبته منين؟ منهم يا باشا. انت لسه قايل بعضمة لسانك. اللي دخلوا دول ما كانوش شوية وكانوا متسلحين، وانا كنت رياضي قديم وهوي ضرب نار تفريح يعني، وقت اللزوم بعرف ادافع عن نفسي كويس اوي. ما هو يا روح ما بعدك روح. طريقة الكلف والدوران دي مش هتجيب نتيجة معايا، فاهم؟ ولو كان طارق الله يرحمه مدلعك فانا ما عنديش المرحميني. انا ما اعرفش حاجة عن عملية الاوراق المالية، ولا اعرف مين اللي هجم على الفرح، بس صدقني نسري هعرف، وهفرم اللي عمل كده وارجع مراتي غصب عن عين التخين. تفرمهم. تفرم مين؟ صايع انت دكر مش كده؟ وانتوا فاكرين البلد دي سايبة؟ ها؟ ده انا بقى اللي هقطع من لحمك حتة حتة، سامعني؟ لغاية ما تجيب اخرك وتقول لي على اللي مشغلينك. على فكرة هما ممكن يبقوا الناس اللي عاوزين يخلصوا عليك عشان بقيت كارت محروق، ولما معرفوش ها؟ خدوا عروستك. عروستك يا فتحي. سامعني؟ أنا بقى خالد الزيني هاخدكم واحد واحد على حبل المشنقة وهخلص البلد منكم، فاهم؟ أنت واحد مش فاهم حاجة وعايش في الدور، هديني بين إيديك وتحت رحمتك وبرضه مش هتاخد مني حاجة. عارف ليه؟ عشان أنا معرفش أي حاجة. بقولك إيه يا أنت؟ أنت فاكرني حلف فيك؟ تبقى مش عارف مين هو خالد الزيني. قلتها قبلك يا باشا. أنت اللي ما تعرفش مين هو فتح زدان. أنا عشان كده جايبك لغاية هنا. عشان يحصل لي الشرف وأعرف مين هو فتح زدان. أنا هقول لك يا باشا، هقول لك مين هو فتح زدان. فتح زدان ما بيخافش من تهديد ولا بيخاف من الموت. خلت ربنا تقولي بقى، بس أنا ما أعرفش مين اللي هجم على الفرح ولا مين اللي خطف مراتي، ولا لو كنت أعرف كنت قلت حتى لو كانت تمن حياتي عشان أفك مراتي من الديها اللي هي فيها. هو ده بقى يا باشا ماشي جنب الحيط وكافي خير وشره، بس ربنا بيقبل التوبة. الناس ما بتقبلهاش، عشان كده محدش مصدقني ولا سايبني في حالي. بص على الدم بتعب. بقول لك ايه، انا كلامك اثر فيا عشان كده هقدم لك عرض. لو قابلت هتوفر عليا وعليك تعب كتير قوي. بص يا فتحي، انت تجيب من الاخر معايا وتقول لي انت شغال لحسن مين وخطفوا مراتك ليه؟ ها؟ قوم.
وانا وعدك اني احاول الحقها وامسك وحريحك للاخر في المحاضر كلها. ها قلت ايه؟ مجدي انا هسيبك بقى شويه كده تستريح وتقلب الموضوع مع نفسك وعقلك في راسك تعرف خلاصك. خد العريس وظبطه كده وهات له حاجه ياكلها ويشربها. اظن كده عداني العيب وازع يا فتحي يا زيدان. يلا